مرحبا بكم. نبداو حصتنا اليوم باش نحكيو على الكاكي. الكاكي هذايا اللي يسميوه عندنا كريمه طماطم مقتعد في الحمامات، كل غله ما يعرفوهاش الناس يسميوها الكريمه. وباش يميزوا ما بين هالكريمات الموجودين كل كريمه طماطم، على خاطر شربتها كي طماطم وكي كي طمطم، هي طمطم معناتها طابت تولي ماكش تكمش الفم، هيك علاش خاطر كي ياكلوها وهي مازالت ما طمطمتش تولي تكمش الفم، يصير لهم مسار الاخونا زهير. فهمتني؟ عاد هذه نبته معناتها موجوده عندنا في السواني تاع الحمامات، موجوده عندنا في السواني تاع الحمامات، يزرعوها بعض الفلاحه بور لو برستيج دابوار، معناتها لي بلونترار هذوما. تبقينا في الجمهوريه التونسيه مشهوره بها منطقه وشتاتا، منطقه وشتاتا وهي تطيب يعني في اخر الخريف اول الشتاء، بنينه ياسر فيها برشا سكر، وموجوده زادا كيف كيف مش بعيد علينا في الجزائر على الحدود التونسيه، خاصه في منطقه عنابه عندهم لو فيستيفال دو لا بلاكومين. بلاكومين هو اسمها العلمي معناتها بلاكومين هذيا. ونحيلوا الكلمه لخونا رمزي باش يعطينا المنافع اللي موجودين في الثمره هذه، ثمره الكاكي. وان شاء الله من بعد باش يعطينا زاد بسطه على نبته ماخذه شهره، النبته هذه عند العشابي، عند العشابيين، عند الناس اللي يبيعوا الاعشاب، اسمها الشندقوره. وفي الامثال العاميه نتاعنا يقولوا الشندقوره اللي تاكلها تجيب الذكوره. ما نعرفش حتى رمزي يقول لنا بالحق ولا بالباطل. اي صحيح صحيح. ولنا النبته هذه معناتها معروفه، هي تنبت عندنا في الاحراش، تنبت في الارض المتله، البلايص يعني اللي يكونوا مطفين شويه، تحب الارض دير هكايه، وموجوده معروفه من غير نجيبوا لها شفايع اسمها الشمس، فيها بعض المنافع الطبيه كما قلنا عليها خونا رمزي. بالنسبه للكاكي هنا جبنا لكم احنا انواع نتاع كاكي، هي فيها برشا انواع الكاكي. بقينا ثم النوع الكبير هذايا، ثم النوع اللي اجود منه هو هذايا. والكاكي احنا شجره الكاكي كي تنطع من عروقها، تنبت من عروقها يعني لازمها تتركب، سينو الى ما تركبتش تولي تجيب الكاكي هذايا اللي يقولوا فكر. دونك الشجره الفكر هذه لازم نركبوا عليها لمثه باش تجيب الغله المزيانه. دونك في الجبر لمثة تركب على الكف، في الجبر لمثة تركب على الكف. بارك الله فيكم. تفضل خويا رمزي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله باش نحكيو عن الكاكي وعلى الشندقوره. بدايه حبيت نبدا نحكيو في الكاكي. الشجره نتاعو البلاكوميني والثمره الكاكي، اذا الشجره تسمى البلاكوميني والثمره الكاكي، اسمها اللاتيني ديسبيروس كاكي. الشجره تنتمي الى عائله الابنوسيات، كما نعرف خشب الابنوس اللي معروف بجماله ومتصلبته. الفروي هذه معناتها البحوثات الكل تقول انها اصلها من الصين، والثمرة بتاعها تسمى الكاكي، وفما اللي يسميها كرموز الكاك، فيكي دو كاك، وبلوغارمون بلاكوميني كاكي. كما قلنا مصدرها منبتها الاصلي هو الصين، ولقاو بعض معناتها الاثار انها ترجع حتى 1300 سنة التالي في الصين. في اليابان في اليابان بدا زرعها من 1850 بعد الميلاد، وتعتبر شجره رمز لليابان، حيث ان الكاكي تسمى كاكي نوكي، اي معناتها شجره الكاكي، ومعناتها مزروعه ايضا في المناطق الحاره وعلى حوض البحر الابيض المتوسط. شجره الكاكي البلاكمين جي معناتها كشجره
في التزرع في المناطق اللي تزرع فيهم الزيتون والكرموس، يعني تمشي ياسر في البلايص تزرع فيهم الكرموس والزيتون وتنجح بالبدا. الخصوبة بتاعه والإنتاج كبير ياسر، شجرة الكركي تولد برشا، تلقاه معناتها شجرة مشكة معناتها بالثمرة تولد توصل حتى الوحدة برك، شجرة برك تولد شجرة الوحدة تهبج تنجم تهبط 150 كيلوغرام شجرة الوحدة. والشجرة هي فيها زوز أصناف كبار، صنف آسيوي وصنف أمريكي. الصنف الآسيوي هو اللي منتشر عالميا ولاقي مع النجاح، لأن ثمرة الأبان أكبر وتتسمى هاشيا الفاريتي هذيا. الفاريتي أوروبية معناتها ليز أوروبية دخلت عندهم من القرن السابع عشر على أيدي الرحالة ماتيو ريتشي وجوزيف بانكس، هذا بوتانيست عشاب أيضا. معناتها في 1768 دخلت للأوروب وبدا استزراعها. في اليابان فما أكثر من 800 نوع من الكاكي، وفي الصين فما حتى يتجاوزوا 2000 نوع، معناتها ثمرة تقام مختلفين في الأحجام في الأشكال في المدى والأصناف. بالنسبة لثمرة الكاكي كما قلنا فما زوز أنواع، النوع الصنف الأمريكي والصنف الآسيوي، اللي هو الأمريكي أصغر شوية من حيث حجم الثمار، والصنف هاشيا هو أكثر حلاوة وأكثر في الفم أكثر سكري، وفي مطعم السكر أكثر، في حين أنه تؤكل الثمرة هي إلا إذا معناتها صارت طيبة ياسر، معناتها وقتها تولي قابلة للاستهلاك، لأنه وقت اللي تتاكل مش طيبة ياسر الفم يكمش ويشيح ويولي غير قابل. الفم يكمش. بالنسبة للمنافع الغذائية فيها 70% كالوري على 100 جرام. عندنا فيها 80% الماء يمثل 80% منها، السكريات 19%، البروتينات 0.6%، والدهنيات تمثل 0.2%. بالنسبة لثمرة الكاكي فيها الألياف الغذائية تمثل 1.6%، فيها الفيتامين A، فيتامين C، فيتامين D، فيتامين E، B1، B2، B3، B5، B9، فيها الحديد، فيها المنغنيز، المنغنيز، فيها النحاس والزنك والسيلينيوم والفوسفور والبوتاسيوم. ثمرة الكاكي هذه فيها العديد من المواد الحيوية التي لها منافع كما تعودنا نحكيو عليهم، هي مضادات الأكسدة اللي هي البوليفينول والكاريتونويد والبيغمون روجي روفي وإلا أورانجي اللي يزين الثمرة هذه. اللي ونلقاو الصبغيات التاليتنا. بالنسبة لمضادات الأكسدة ربما كما نعرفوا تو بعد نزيدو نفصلو تأثيرهم الجيد في مكافحة السرطانات والسموم اللي يمكن أن تتركز في الجسم. بالنسبة تو نحكيو المنافع الكاكي، العلماء معناتها أكثر الأوروبيين والصينيين معناتها أفردوا بعض البحوثات لمنافع الكاكي. نذكر منها انه غناء الثمره هذه بالفيتامين A والسكريات جيد جدا لمشاكل القلب والجهاز الهضمي، وايضا غناء الفيتامين A جيد جدا للبصر حيث يحسن ويزيل العشاء الليلي، ايضا يقوي المناعه وصحه البشره. استهلاك الكاكي جيد جدا للكوليسترول حيث يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ويرفع الكوليسترول الجيد الـ HDL في الجسم. بالنسبة أيضا للكاكي عنده تأثير إيجابي جدا على الكوليسترول الذي معناتها يدخل في تكوين الجهاز العصبي، معناتها جيد جدا لذن الجهاز العصبي، يقوي الجهاز المناعي حيث معناتها يمنع أمراض الشتاء جميع أنواعها، الالتهابات الصدرية، الالتهابات المفاصل، الأمراض التي تصيب المناعة بصفة عامة، أيضا جيد جدا للجهاز الهضمي
خاصة لقيناه بأن قلنا لفيبر أليمونتير اللي هما الأرياف الغذائية، معناتها تسهل عملية الهضم وعمل الأمعاء وتمتص السموم من الأمعاء وتنشط الأمعاء وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي. أيضا من خصائصه أنه يخفض ضغط الدم المرتفع، خاصة كما حكينا لغناب البوتاسيوم والفيتامين سي. أيضا غناب فيتامين أ و بي و سي يستعمل في لمن يعاني نقص الفيتامينات، يمكن أن يعتمد على ثمرة الكركيزي مع الحصول على فيتامين أ و سي و بي. كهيثم يعاني بعض النقص في الفيتامينات، تخيل تاكل فرعت حسب ما حكيت كاكي ايضا يستعمل لمعالجه الدياري، يعني شريان الجوف ستسأل عادي قلنا ما اعظم. ايضا يفتح الشهيه لمن يعاني الضعف الشهيه ويعالج التهاب المعده. ايضا شيء الاكل ايضا يستعمل كغسول للشعر، حيث ان اوراق شجره الكركي تطحن ويسكب عليها الماء الحار وتستعمل كغسول، حيث تزيل القشرة والتهابات بشرة جلد الرأس. أيضا عنده تأثير جيد جدا في مكافحة السرطان لغناء مضادات الأكسدة. الكركي أيضا يساعد الجسم في مكافحة الإرهاق وفقر الدم، وأيضا كما قلنا نقص الفيتامينات. بالنسبة أيضا لثمرة الكركي جيدة جدا في التأثير على وفي مكافحة التهاب الأمعاء، أما بعض الأشخاص يعانون من التهابات الأمعاء كالقولون وغيره، يمكن لثمرة الكركي أن تساعده، وخاصة كما حكينا لغناها بالصبغيات الثناء اللي معناتها تغطي الأمعاء كما قلت تتبهر، وأيضا لغناها بالفيبر أليمونتير. أيضا تأثيرها جيد جدا ضد الجوف لغناها بالدناء، هذا عنده تأثير جيد جدا. غناها بفيتامين أ وبيتا كاروتين عنده تأثير جيد جدا على البشرة، حيث يجدد البشرة ويمنع ترهلها ومعناتها انتشار التجاعيد فيها، كسوسوا تأكل هكا كثمرة وإلا تطحن وتتعمل منها لبخة تركيب مدراوي نبيل. الثمرة هذيك تنجم تتعمل لبخة، والكاتابلازم اللي هي تتحط على البشرة من ساعة إلى ساعة إلبون، ويغسل الوجه فتساعد على مكافحة التجاعيد والبقع الداكنة وأيضا تجديد البشرة وترميمها. لغناب فيتامين أ وبيتا كاروتين. بالنسبة لفيتامين سي عنده تأثير جيد جدا كما قلنا على المناعة، حيث أنه أيضا يساعد على النمو أيضا وتطور الأنسجة عند الأطفال. فيتامين دي اللي حكينا عليه مقبل بي أ وبي 2 وبي 3 وكل جيد جدا للجهاز العصبي، حيث أنه يساعد على التخفيف من الضغط النفسي والتوتر والتهاب الأعصاب، وأيضا يساعد على حيوية العضلات والجهاز العصبي. الكالسيوم جيد جدا أيضا للعظام كما نعرفوا، مع الفوسفور يحافظ على العظام من الهشاشة والأمراض التي يمكن أن تصيبه. اللحاء بتاع شجرة الكركي ليكورس تاعو يمكن استعمالها باش نقصوا من النزيف الدموي، معناتها يطحن البودرة وتوضع على منطقة النزيف فإنها توقف ذلك النزيف في أستخانجور. أيضا الثمرة الناضجة جدا يمكن أن تريح الأمعاء وتعاون على التخلص من العذر.
الهيموغلوبين يعني توضع على المكان العذر والا تركب يعني جيده جدا للتخلص من البواسير. بالنسبه لايضا بودره الثمره يمكن استعمل في معالجه الكحه الجافه، يعني تجفف الكريمه كما نقول شقوها تروف وتقعد في الشمس تولي يابسه تطحن البودره هذيك تخلط مع السمون وتشرب تنجم تعمل معناتها تاثير جيد جدا على الكحه، ولا تنجم نعمل سيروم معناتها عباره واحد يعمل معجون، معجون هذاك يولي يجبد منه معناتها شقوة كي عنده كحه جافه يولي يستعمله جيد جدا. بالنسبه ايضا للثمره الطيبه تعاون على تخفيض من ضغط الدم المرتفع، و بالنسبه للثمره ايضا جيده جدا لالتهاب الاعضاء معناتها الخارجيه، نجم الجلده اللي تتعامل تهبه، نجم نعمل كاتابلازما توضع على الجلده جيده جدا لمكافحه الالتهابات هذوما. بالنسبه للنواره نتاعها عندها نواره سبيسيال شويه معناتها ماهيش طريقه يابسه تحسها منظرها وتبدا هكا معناتها يابس. الوردة هذه نجم نستعملوها أيضا معالجة الكحة والحازوقة أو الفواقة يعني الأوكي الهوكي ولا الأوكي بالنسبة لمن يعاني منها، يعني المشروب هذا جيد جدا. خشب شجرة الكاركين الباكمينيي جيد جدا حيث يعد عبارة من معناتها فصيلة كما قلنا الأبوسيات، نظرا لصلابته فإنه يستعمل معناتها في كل العصارة الواحد بيا أيضا يستعمل في الأقواس النيشابة معناتها الليزارد بوتير، يستعمل أيضا في فابريكا في المبل، يستعمل ياسر الحطب بتاعها في الأثاث خاصة في الصين وكوريا واليابان. هذا بالنسبة لثمرة الكاكي ومنافعها، المضار نتاعها ما عندهاش مضار معناتها تذكر إلا أنه يلاحظ نوع عدم أكلها لينة، يعني تنضمن لأنها يمكن أن تخلي في الفم الجفاف والشيوعية اللي تقلق ياسر. وبالنسبة للثمرة هذه يعني ما تأكلش خضرة بالطبيعة كما العادة كما بقية الثمار ما تأكلش خضرة، لأنها يمكن أن تعمل قلق في الأمعاء والمصاري. بالنسبة للشم بورة اللي هي معناتها نبتة بواحد أعشاب تنبت في كل مناطق معناتها الرملية والطفلية والشبه الجافة سمي أليد الكل منتشرة ياسر عندنا في الجزائر بصفة كبيرة ياسر في الجزائر في الشمال عندنا مناطق معناتها مرتفعة أيضا في المناطق الجافة. الشجرة النبتة هي العشبة الشنفورة كما نسميها احنا في تونس، تسمى بالعربية العجوقة العطرية ولا الكما فاطوس ولا العرصف العجدي، تسمى بالفرنسية إيفات بيسكي وباللاتينية أجوغا إيفا. إذا الشنفورة ولا العرصف العجدي الجعدي هو معناتها عشبة يمكن أن نستعمل منها جميع أجزائها، هيثم من الأجزاء اللي هي فيها هم الأوراق وال أوراقها وأزهارها جافة أو جافة أوراقها جافة أو نظيرة خضراء. النبتة دي نورتها فيولي شوية معناتها موف عاطية على البنفسجي ما فيهاش نوار تقريبا هي مش وحده بقينا نورتها فيولي. بالنسبة للنبتة هذه تسمى في مناطق كبيرة من المغرب عبارة ترياق ترياق ولا الباناسي اللي هو معناتها يعتبروها الإغريق كمنجم للأدوية والصحة، يعني الباناسي هذا شيء مقدس عند الإغريق يجمع لآلهة نتاع الشفاء والصحة وكل باش تعرف قيمتها الصحية والاستشفائية. إذا بالنسبة لي معناتها المثل اللي قالوا بالنبيل وكان يعاود بسرعة اللي هو الشندورة اللي ياكلها تجيب الذكورة، لم أقف في أي مرجع علمي على أنها معناتها عندها تأثير على جبال الذكورة وإلى غيره، هو مثل لربما السجرة أو أكثر منه ولا علم عسى. بالنسبة للمستحلب يعني
مغليه لها وتصب على الورق المقطعة والضيفة، فإنه جيد جدا كإذا استعمل خارجيا في طرد الحشرات كالقمح والسباب والجريد وبرشا حشرات معناتها مؤذية، وأيضا يفيد في أمراض الأذن. مستحدث هذا إذا قطرناه في الأذن فإنه جيد جدا في التهابات الأذن. بالنسبة للمستحدث هذا إذا شرب مرة في اليوم جيد جدا خاصة بعد الأكل في ضد البول السكر لما يعاني معناتها الديابيتيك اللي تبقى عنده ارتفاع معناتها برشا السكر في الدم، يولي معناتها السكر يخرج في البولة حاشاكو يفوت 3 جرامات، لأن يساعد في مكافحة مرض السكري وتعديله في الدم. أيضا المستحلى إذا شرب فإنه يخفض ارتفاع ضغط الدم وينقص من الكوليسترول الأثار والتريجليسيريد، وأيضا مدر للبول ومنشط للكليتين، جيد جدا ضد أمراض البرد والإسهال وأوجاع المعدة والرأس وضد الإرهاق النفسي ومرض السرطان. أيضا مع تلقاه يعالج بعض أمراض السرطانات. نقيع النبتة، إذا خلينا النبتة هذه 3 أيام مقطوعة في الماء ولا في العسل فإنها جيدة جدا ضد الحمى، السخانة مرتفعة جدا، وأيضا الديدان المعوية اللي عنده في أمعاء الديدان الزيتون الصغار، ولتنظيم عمل القلب ودقاته. هذا وبارك الله فيكم على الاستماع. كالعادة تلقاو الفيديو في السيت على الفيسبوك. شكرا. يا سيدي بارك الله فيكم. توا شحال تمن؟ شو نقول لك؟ توا ما مش كمش شوية توا يعني. نشوف هذه ما كمش شوية.